صباح الخير، واليوم 7 نيسان 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، رح تتبدل ظروف العمل لمصلحتك وتوقع تغييرات مهمة مرتبطة بالمواقع والمناصب لبعض الزملاء، ولربما تطالك بشكل مباشر فاستعد لها. وأما عاطفيا لربما يتوسط أحد المقربين منك بتهدئة الأجواء بينك وبين الشريك، ومن الضروري تترك له حرية القرار للتعبير عن القصص يلي بداخله مهما كانت. مولود برج الثور، ابتديت تكون افضل على الصعيد الصحي، واما مهنيا عم تشعر بانك مقيد بسبب الظروف اللي عم بتعرض اعمالك للخطر بكل الاتجاهات واللي كنت مخطط لها. واما عاطفيا تبدو متعاطف مع اوضاع الشريك المتقلبه، ولكن مش على حساب استقرارك النفسي والمادي يلي عم يتراجع لاسباب كثيره. مولود الجوزاء، لربما تعتذر عن فرصه عمل لا تعتبر مناسبه بالنسبه لك، ومن الضروري عدم المباشرة بأي مشروع خاص قبل ما تتأكد من سلامة الجهة يلي عم تتعامل معها. وأما عاطفيا علاقتك مع الشريك عم ينقص الشفافية والتفهم الحقيقي لتكمل معك بالشكل يلي أنت عم تتمني. مولود برج السرطان، عم بتعيش ضغوط حياتية قاسية قد تضطرك للانتقال أو للسفر لتحسين وضعك المهني بما يتناسب مع ظروف المرحلة يلي عم بتعيشها. وأما عاطفيا من الضروري تبسيط الأمور بشكل إيجابي مع الشريك بدل من تحميله عقدة الذنب على كل الأمور يلي عم بتصير بيناتكم. مولود برج الأسد، الفلك عم يتحدث عن جهود مهنية صغيرة رح تاخدك باتجاه مجالات رئيسية كتير مهمة بالنسبة لك، ورح تكون سبب بمردود مالي سريع. وأما عاطفيا، مواقفك المتعددة مع الشريك عم تشعر بعدم الأمان أحيانا بالرغم من حرصك على سلامة استقرارك معه. مولود العذراء، من المحتمل يحصل تأخير مفاجئ يضطرك لتأجيل مشروع عمل أو وظيفة معينة كنت عم بتخطط للبدء فيها. وأما عاطفيا، ما زلت عم تتأثر بمواقف الماضي بعلاقتك مع الشريك، ومن الأفضل تتخلى عن كل السلبيات السابقة لتنعم باستقرار عاطفي طويل. مولود الميزان، عم تشعر بالتعب والركود المهني، ولكن من خلال شطارتك رح تتغلب على الصعوبات يلي عم بتواجهك على الصعيد المهني. وأما عاطفيا، ظروف مستجدة قد تضطرك لتأجيل بعض المواضيع المهمة، وبنفس الوقت تبدو مجبر على القبول بمسؤوليات إضافية لحماية استقرارك النفسي. مولود العقرب، من المؤكد أنك عم بتعيش حالة إحباط بسبب وضعك المهني الحالي، ولكنك رح تلمس تجاوب إيجابي من جهة معينة عن طريق أحد الزملاء في العمل. وأما عاطفيا، تبدو معني بشكل مباشر بالظروف يلي عم بمر فيها الشريك، وتبدو جاهز لتلبية رغباته مهما كان الأمر. مولود القوس، بعدك مشغول بتقديم أوراقك المهنية بأكثر من جهة، وتبدو متفائل بعرض عن طريق الصدفة بالإضافة لقلق مصدره أحد أفراد العائلة. وأما عاطفيا، يبدو تأثيرك إيجابي على الشريك، وخصوصا أنك عم تستعد لتلطيف الأجواء بيناتكم بشكل تدريجي بهدف إرضائه دايما. مولود برج الجدي، عم بتسيطر عليك بعض المخاوف المهنية اللي ممكن تكون سبب بتشويش أفكارك بين الوقت والتاني على أمور بعيدة جدا عن الواقع. وأما عاطفيا، موقف معين ممكن تكون نتيجته سلبية على أجواء علاقتك مع الشريك وعلى أبسط نقاش مع الشريك، عم تفتح سيرة المواضيع السابقة. مولود الدلو، تركيزك واضح على أوضاعك المالية بالوقت الحالي، بالإضافة لترتيبات مهمة رح تفرض عليك شروط مهنية جديدة. وأما عاطفيا، كأنك عم بتأسس لاستقرار عاطفي أفضل، وكأنه الشريك رح يكون محور اهتمامك وأولوياتك بالمرحلة القادمة، وتبدو متفائل بمسار علاقتك معه. مولود برج الحوت، كأنك عم بتخطط للسفر وللانطلاق باتجاه تنفيذ بعض الأعمال المهمة مع الجهة يلي ناوي تتواجد معها على الصعيد المهني، بالإضافة لمتابعة مرتبطة بأحد أفراد عائلتك. وأما عاطفيا، بداخلك رغبة كتير كبيرة لتغيير أمور كتير مرتبطة بعلاقتك مع الشريك، وما رح تترك نفسك بحالة التشويش العاطفي يلي عم بتعيشه بالوقت الحالي. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بشوفكم بكرة، بدلكم بألف خير.